ذكرني وأصل ذكره في صحيح الإمام مسلم. حبسه بر أمه عن أن يلحق بالصحبة وأن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعوذ لأنه حبس بعذر بأمر من الله ورسوله، هو طاعة الأم فكان يخدمها، يقوم بخدمتها، ولم تأذن له أن يسافر المدينة. سنة بعد سنة فتوفي النبي. في حياته ذكر: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، كيف لنا برجل منهم؟ قال: ذاك أويس بن عامر. ما أويس أشهر ذو صهوبة، كان به برص فبرأ منه إلا موضع لمعة تحت منكبه الأيسر، له والدة هو بها بر، مجهول في الأرض معروف في السماء. إذا كان يوم القيامة قيل قف فاشفع، فيشفع في عدد كربيعة ومضر، أكبر قبائل العرب. في الحديث يقول: يا عمر يا علي، إذا أنتما لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. علمهم هذا الربط وهذا الاتصال. ها بعض الناس يشوفه يقول هذا عشان الدراويش الصوفية، هذا شان محمد، هذا شان صاحب الرسالة، هذا الأمر الذي غرسه في الأمة. يا عمر يا علي، إذا أنتما لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. ومرت السنون وعلموا عظمة وغلاء كلام الأمين المامون، وأنهم لا بد بأويس أن يلتقوا. فكان أواخر أيام خلافة سيدنا عمر، السنة التي حج فيها آخر حجة، وقف عند باب الكعبة يقول: أيها الناس قفوا. فوقفوا، قال: اجلسوا إلا من كان من مراد، من كان من اليمن، فبقي حجاج اليمن، قال: اجلسوا إلا من كان من مراد قبيلة أويس، فجلسوا وبقي عدد، قال: اجلسوا إلا من كان من قرن فخذ من القبيلة، فبقي قليل، واحد فيهم شايف قال: أتعرف أويس؟ قال: لا أعرف أحد بهذا الوصف أرفعه إليك إلا رجل ضعيف وبه وبه. قال: بك لا به. أين يلتمس صاحبكم هذا؟ قال: يرعى إبلا لنا عند عرفة. فأمسك بيد سيدنا علي وخرج وإياه وركب حتى أتيا عرفة، فوجد الإبل ترعى والرجل قائم يصلي. سلم عليه، لما أحس بهم خفف الصلاة ورد السلام. قال: من أنت؟ قال: عبد الله. قال: سيدنا عمر، علمت أن الخلق كلهم عبيد الله، ما اسمك الذي تدعوك بأمك؟ قال: ما تريد من اسمي؟ قال: أويس أنت؟ قال: نعم. قال: ابن عامر؟ قال: نعم. قالوا: من قرن؟ من مراد؟ قال: نعم. قالوا: كانت لك والدة كنت بها برا. من أنتم الذين كشف الله لكم حالي؟ قام سيدنا علي يقول: أما هذا فعمر أمير المؤمنين، وأما أنا فعلي بن أبي طالب. فاهتز سيدنا ويس وقف واقفا يرد عليهم السلام ويقول: جزاكم الله عن أمة محمد خير الجزاء، من ذكرني لكما؟ قال: رسول الله. قال: ذكرني باسمي؟ قالوا: باسمك واسم أبيك وقبيلتك. وقال لنا عنك، فبكى وبكى وبكى أويس حتى انتحب، وقال: بأبي وأمي رسول الله. قال: فاستغفر لنا. قال: أنا أستغفر لكما؟ أنت أمير المؤمنين، عمر الذي يفرق الشيطان من ظلك، وهذا ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب. قال: رسول الله أمرنا بذلك. قال: فاستغفاري للمؤمنين والمؤمنات في البر والبحر يا أمير المؤمنين. أخاه في الله قال: يا أويس، هذا المكان موعد بيني وبينك حتى أتيك بزاد ونفغ. قال: يا أمير المؤمنين، عندي 4 دراهم من رعي هذه الإبل، وعلي هذه الثوبان، فمتى تراني أبليهما ومتى تراني أنفق هذا؟ يا أمير المؤمنين، إن بين يدي ويديك عقبة كادة لا يجوزها إلا المخفون. ضرب الأرض بالدرة وقال: من يأخذ الخلافة بما فيها؟ وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي.
قال أين تذهب بعد الحج؟ قال إلى العراق. قال أكتب إلى عاملنا هناك؟ قال لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي، ولا موعد بيني وبينك إلا حوض رسول الله. ودعوه وذهبوا، والذهب وهو يبكي وهما يبكيان، عمر وعلي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى.